صباح الخير مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من السياسة اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023. ماذا يحمل هذا اليوم من تطورات؟ طبعا الحرب على غزة والاعتداءات على جنوب لبنان، الملفات الداخلية وغيرها، سأسأل عنها ضيفي عضو كتلة التنمية والتحرير سعادة النائب محمد خواجة. صباح الخير سعادتك. صباح النور سعادتك. فلنبدأ من لبنان هذه المرة، طبعا في السياسة وليس من الميدان ومن القرى الجنوبية. شهد الأسبوع الماضي أخذ ورد ووفود واتصالات وكلام عن 1701، القرار الدولي 1701. كان هناك موقف واضح للرئيس نبيه بري في هذا الموضوع، يعني جدد مرة ثانية الحديث عن هذا الأمر. هذه الوفود التي أتت إلى لبنان، هل أتت للضغط على لبنان أو كما سمعنا وقرأنا تهديد لبنان بال 1701؟ القسم الأول من السؤال، والقسم الثاني من يجبر إسرائيل على تطبيق هذا القرار؟ التهديد يعني ما تقدش حدا يعني كتير بيكون متجرئ أنه يجي ويعمل تهديدات، ولكن إذا بدك كان في تهويل من البعض، تحديدا الدول اللي سندت الكيان الإسرائيلي من اليوم الأول لمعركة طوفان الأقصى. فبعتقد أقل عند الرئيس بري سمعوا الجواب المناسب. يعني نحن متمسكون بالقرار 1701 بكل مدرجاته. من عطل هذا القرار أو من خالف هذا القرار أو من لم يلتزم بتنفيذ هذا القرار هو العدو الإسرائيلي. خلينا يشوفوا على الطرفين، على جنب الحدود، كم مرة الإسرائيلي عمل خرق من 2006، من آب 2006 حتى اليوم، وكم مرة يا أخي نحن عاملين خرق حتى نكون منصفين وعادلين. فطبعا ما في وجه للمقارنة إطلاقا إطلاقا. والعدو هو يعني بس اللي مسجلينه اليونيفيل بعتقد بأكثر من بلمسوا 20,000 خرق جوي وبحري تحديدا. وبينما الحكي اللي كان البعض عم يحكيه انه خليها المقاومة تظهر من جنوب النهر، جنوب الليطاني، جنوب الليطاني، وكأنه هذه المقاومة يعني هي فرقة من المرتزقة ومن جيبه ومحطوطة بهذه المنطقة. ما هو أبناء الكرة عمليا، هو الأبناء الكرة. يعني شو بتقول لأبناء الكرة؟ أنتم انسحبوا من كراكم، اخلوا كراكم وروحوا على مكان آخر. أكيد هذا كلام غير منطقي بالإطلاق، وخاصة أنه يعني يسجل للمقاومة في لبنان، قد تكون هذه من أكثر المقاومات انضباطا. وأنا أزعم أني قارئ تاريخ العديد من المقاومات أقل بالعصر الحديث، دائما كان في يعني المقاومة منها جيش نظامي، لذلك بيحدث كثير من الفوضى أحيانا. أنا أتحدى أي أحد يقول أنه طبعا قبل الوقت الحالي حتى حاليا يقول أنا والله شفت مرة سيارات عسكرية للمقاومة يعني عم تتجول بالقرى أو عم تتجول على الشريط الحدودي، أو شفت مسلحين كمان موجودين وبشكل ظاهر وغيره. يمكن أنها مرارا أهمية هذه المقاومة أن قوة محسوسة غير ملموسة، ولو كانت ملموسة كان أقل بال 2006 الإسرائيلي قضى عليها خلال ساعات. فيسجل يعني للمقاومة في لبنان وهي درع حقيقي ودرع ما بيحمل أكلاف. عدد كبير من الشهداء اللي سقطوا بهالستين يوم المرة كان ممكن ما يسقطوا، ولكن التزاما من المقاومة أن تجنب الكرة وأهالي الكرة. كان عم يضطر أحيانا المقاتل المقاوم أنه يتقدم بعد شوي إلى مسافة كتير قصيرة يعني مئات الأمطار من الهدف ليرمي بصاروخ قرنت، وهذا عم يعرضه لخطر شديد بمناطق أحيانا عم تكون مكشوفة ومن مسافة قريبة. بالوقت اللي هذا القرنت ممكن ترميه عن 7-8 كيلومتر، ترميه من بيت يحول وبيجيب الهدف اللي بدك إياه، ولكن كان في حرص شديد ولا يزال تجنيب المدنيين وتجنيب وحتى الآن حتى المقاومة حتى الآن ضمن قواعد الاشتباك لا تزال ملتزمة أنه عم تركز بشكل كلي إذا بدك على الأهداف العسكرية الإسرائيلية. سعادتك تطرقت إلى مسألة أنه
إبعاد المقاومة من جنوب الليطاني وهم أبناء الأرض بالطبع. وفي نقطة مهمة ذكرتها أنه المقاومة هي ليست جيش نظامي، ولكن يعني مصر هذه المقاومة تقاتل كمقاومة وتتصرف كجيش نظامي بنظام هذا النظام، وقديش قوي. نعم. طبعا طبعا في انضباط عالي. نعم. وفي حرص عالي على الأهالي، في حرص عالي على الكرة، في حرص عالي أنه من حمل الجنوب ومن حمل لبنان عبء أكبر مما يقدر على تحمله. فكتير مدروس المعادلة اللي عم ينشغل ضمن ضفتيها. فالحكي أنه والله بلكي حدا بينسحب، لهم بدهم ينسحبوا منطقة منزوعة سلاح، لو كانوا والله جايين من أماكن أخرى يعني ممكن يكون فيها بحث. بس ما بقول لك الجزء الأساسي من الجسم المقاوم هني أبناء القرى بحولة وبعيطرون وبنت جبال وبمارون وببليدة وبفاركلاس وين مكان أينما كان. وحتى بالخطوط يعني الخط الثاني إذا صح التعبير، يعني إذا رجعت على عيناتها، رجعت على كونين، رجعت كذا، كمان هني هول أولاد الأرض. فهذا موضوع هيك للأسف، حتى أكون موضوعي أكثر، يمكن في بعض الإعلام ركز اللبناني ركز على هذه النقطة لغاية في نفسه يعقوب أكثر ما حكوا في مفدي للمطالبين بتطبيق القرار 1701. نحن ما تطبيق وأيضا شرفه. نعم. يمنعوا الإسرائيلي ويظهروا من مزارع الشبرعة ويظهروا من الغجر، وفي 13 نقطة للبنان هو ينسحبوا منه. نعم. ينسحبوا من رأس الناقورة. نعم. ومع السلامة. وهذا ما قاله رئيس نبيه بري. طيب. في موقف نفس شيء منه الإسرائيلي خلال بعد سنة. وأيضا بالحديث عن المنطقة العازلة قال أيضا رئيس نبيه بري روحوا على الميل الثاني. طبعا عازلة لأنه هناك أساسا في مسافات عندنا نحن هون في ولاد الأرض، يعني وين العازلة؟ ما عندك اليوم في بيوت بعديسة بكفركلة متشابكة، يعني بعد شوي يعني مسافة صفر، فعلا مسافة صفر. بعديسة في نقطة لما أذكر الثغرة بيسموها عند الإسرائيليين فلسطين المحتلة، يمكن إذا ما نزلوا هنا بال 2006 نزلوا باتجاه الساحة منها في ممر يعني طبعا مش مزفت مش هداك، يعني ممر وعر، نزلوا منها يمكن المسافة 60 أو 70 متر. طب ما البيوت متداخلة، هول أهل يعني أصحاب الأرض، هول أبناء القرى، لو ما بدهم ينسحبوا فأكيد هذا أي كلام من هذا النوع هذا مرفوض وما له مطرح. تهويل إعلامي في الداخل ومطالبات بالضغط وحتى بتطبيق وأكثر من ذلك في الداخل مع قوى سياسية، كيف تناقشون هذا الأمر مع الزملاء؟ وهل هذه التهويلات والمواقف هي مجرد نكد سياسي؟ وهل هيدا وقته يعني سعادتك أنه بالنكايات السياسية؟ لا والله أنا حتى أكون منطقي خاصة الآن، يعني في إجماع لبناني أنه سلوك المقاومة سلوك مدروس كتير وعقلاني، وحتى اللي كانوا دائما يوجهوا انتقادات باستثناء يعني بعض الشرائح المعروفة أساسا هذه بموقفها، وهذه لا تخفي أنه هي عند المشروع الآخر، يعني هي ما لا بدها مقاومة ضد فكرة المقاومة من أساسا. يمكن لو حدا بيجي بيقدم نقد إيجابي عملي تأخذه بعين الاعتبار، بس صدقني الأصوات كانت محصورة كتير المرة، وكلاتنا عم نتابع الإعلام، ولبنان بلد مفتوح يعني الحديث السياسي فيه ليلا نهارا فقط، يعني في كتير متفهمين للموضوع وفي كتير بيعتبروا، وأنا أعتبر يمكن كمان نحن ما قدرنا معركتنا الإعلامية كما يجب بالبدايات، وكأنه نحن يعني هذا التحشيد اللي صار باليوم ب8 أكتوبر بلش على الجبهة الجنوبية، هذا كان له غايتين مش غاية واحدة، غايتين. الغاية الأولى أنه نحمي حدودنا، المقاومة نفذت إجراءات وقائية حتى إذا الإسرائيلي فكر أن يغامر، وهو عم يفكر وهو عمل. لا. لأنه كمان من حق المقاومة أن تتوجس، من حق كل اللبنانيين أن يتوجسوا، وقت الإسرائيلي عنده 173 ألف جندي بالقوى العاملة وراح استدعى 350-360 ألف، يعني هو تخطى 500,000 جندي، يا ترى هو كله مشان قطاع غزة ولا لجبهات أخرى؟ طب إذا جبهات أخرى بتصير الجبهة اللبنانية هي في المقدمة، غزة بأحسن الأحوال هلا الإسرائيلي محشد حوالي ساعتك، يعني عذرا على المقاطعة، ولكن بالأسبوع الأول كانوا الجنرالات يريدون إقامة عملية باتجاه لبنان برية، ولا يزالوا حتى الآن، يعني كل مرة الإجراء الأول اللي عملته المقاومة أنه نحن قالت نحن هنا ونحن على استعداد كامل ونحن على جهوزية كاملة، وإذا تجرأ الإسرائيلي ودخل
بعد شرائح واسعة من الشعب اللبناني هتكون مقاومة. بنفس الوقت لا كمان نصرة لغزة، نصرة أولا لأنه يعني الشعب الفلسطيني نحن توأم، نحن والشعب الفلسطيني مثل ما نحن توأم مع كل الشعوب العربية أساسا، نحن عرب ولبنانيين. ومين كمان بيضمن أنه الإسرائيلي إذا استفرد بغزة وانتهت حرب غزة بأي شكل من الأشكال أن لا يكون الهدف التالي نحن لبنان؟ وهذا أمر، وهذا أمر مش تخميني، مش على التخمين عم بشتغل أنا. يرجعوا بس كم تصريح صار عامل خلال 60 يوم نتنياهو، كم تصريح صار عامل جالنت، شو بدي بن غفير وغيره على الشكل هذا، وليك بدهم إبادة لكل العرب ولكل المسلمين يكونوا مرتاحين يعني. نعم. بس أنا بدي رغم فإذا المقاومة عملت إجراءات وقائية على الحدود لدوافع فيها حماية لبنان، وعملت إجراء مساندة وإشغال جزء من الجيش الإسرائيلي هو جزء وزن باتجاه الجبهة اللبنانية لتخفيف الضغط عن إخواننا في قطاع غزة. نعم. وضمن هذه المعادلة تصرفت المقاومة بكثير من العقلانية بما يحفظ الغاية من المشاغلة، وبذات الوقت بما يحفظ أنه لبنان حملناه قد ما بيحمل. هل لو أظهرنا ضعفا في لبنان أو المقاومة أظهرت ضعفا وخوفا كان اختلف السيناريو ساعتك؟ على الأكيد هن بيعتبروا الخطر الأساسي مش غزة. هي إذا بتشوف أنت لك الإسرائيليين عندهم مؤتمر اسمه مؤتمر هيرتزليا بيعملوه كل أول سنة عادة. نعم. يمكن بيعملوه يا بشباط لا بأزار. هذا المؤتمر بكل سنة بيرجع بالخلاصات تعيته بيحدد الأولويات المخاطر ترتفع وبتنخفض. اليوم إذا بتشوف أنت هني حاطين لبنان المقاومة في لبنان هي الخطر الأول على الكيان الإسرائيلي طبعا، حتى بيسبق التهديد الإيراني. هني دائما كانوا يحطوا التهديد الإيراني في المنطقة. نعم. تعرف حجم إيران، قوة إيران، دولة عظمى صغيرة يعني. فهني طب هذا التهديد، طب مين قال أنه بوقت باللحظة التاريخية بالنسبة لفي لحظة تاريخية مؤاتية للإسرائيليين وقت اللي دفعت البوارج وحاملات الطائرات والجسر الجوي والجسر البري من الولايات من الولايات المتحدة ومن دول أوروبية باتجاه هذا الكيان وضبوا علينا الويل والصبور وعظائم الأمور. فمين قال أنه ما كانت انفتحت جبهة لبنان؟ ومين قال أنه ما بيتهاجم لبنان؟ ومين قال أنه ما بيأخذوا مساحات من لبنان؟ وخاصة ليك أهم شيء بدهم إياه من لبنان الإسرائيليين هو المياه. المياه وهذا حلم تاريخي صرنا حكينا مرارا، وفي وثائق مسجلة بمؤتمر سان ريمو بالسنة 1920 وقت اللي اجوا قدموا كان ما في كيان إسرائيلي أنذاك. وقت اللي اجى حييم ويزمان اللي عمل فيما بعد أول رئيس لهذا الكيان مع وفد الحركة الصهيونية كان يوم الخرائط اللي عرضها كانوا عم يتقاسموا تركة السلطنة العثمانية. فالخرائط اللي عرضها للحدود الشمالية لفلسطين الجنوبية عنا كانت نهر الأولي. شو عم يعني هذا؟ إنه الجزء الأكبر من نهر الليطاني عندهم غير الروافد تعيته غير كذا غير نهر الأول، كل هذه الروافد كلها مع نهر الليطاني إنه هو عنده. ليه؟ لأنه بتعرف إن الجماعة كانوا عم يشتغلوا أنذاك بتخطيط وبعلم بالوقت اللي كانوا العرب عم يشتغلوا على السبحانية إذا صح التعبير يعني. لأنه اليوم أقل بلد بكل المنطقة بينزل فيه متساقطات هي فلسطين المحتلة، أحيانا ما بيسجل أكثر من 200-250 ملمتر. بوقت اللي لبنان وأنا ذاك تعرف كان في مساحات في غابات كتير وكان في كان بغزارة. نعم. مساحات خضراء نحكي. نعم. هذا الكلام لينعرف ليش يعني إيه. فكان يوصل لبنان سنويا للألف ومئتين، في تركيا بس كانت تتخطانا 1300-1400. ففي طمع تاريخي بثروة المائية للبنان، عدا أنه في طمع أنه يزيدوا مساحة للمستوطنين، عدا أنه فيما بعد سكر في طمع بثروتنا الغازية والبترولية. فكل هذه المطامع مع تصنيف لبنان أنه هو خطر على الكيان الإسرائيلي. نعم. مقاومة في لبنان خطر أساسي على الكيان. إيه؟ أنا لا بقول لك على الأكيد كانوا فتحوا الجبهة. نعم. وبرجع بقول لك ليش تحشد هذا العدد من الجنود الإسرائيليين عم بيعطلوا اقتصادهم. بتعرف هذا العدد عم بيكلف يوميا 260 مليون دولار. واليوم بارح في تقرير كانت عم تعرضه الجزيرة يعني، وفي كتير من الموضوعية وعن مصادر إسرائيلية
حتى الآن في 50 مليار دولار خسائر الاقتصاد الإسرائيلي. اليوم عندهم اقتصاد بيوصل ل 400 مليار سنويا نتج القومي. أنت عطلت الاقتصاد بس عملت كل هالتعبئة. طب كل هذه التعبئة لقطاع غزة في 5 فرق مدرعة هي الموجودة بمحيط غزة وهي موكلة بالمهمة بغزة. الخمس فرع بأحلى حالاتها مع كل اللوجستيك تبعها ما بيوصل على 25 ألف. فإذا باقي القوات ليش يستدعون؟ تم هن عندهم 173 ألف، ما كان لازم يستدعوا الاحتياط. واضح لبنان في عين التصويب الإسرائيلي هذه المرة كانت مختلفة، وفي عين الطمع الإسرائيلي كانت مختلفة ساعتك، يعني لأن إسرائيل لا تحتمل حربا طويلة وخسائر كبيرة من البداية. من 7 أكتوبر طوفان الأقصى كانت الخسائر قوية جدا على أسس ووجود الكيان الإسرائيلي، وأيضا كانت تنبئ أن الحرب ستكون طويلة، لن يرضى الإسرائيلي. في الساحة الداخلية عادة عندما يتهدد خطر خارجي أي دولة بتخف التناقضات وبيلتموا حول بعض القوى السياسية. كيف نحصن أكثر الساحة الداخلية ساعتك؟ وعندنا استحقاقات لازم نبت فيها، لازم ننتخب رئيس جمهورية. إيه بالضبط، أول شيء هذا المفتاح اللي يجب انتخاب رئيس الجمهورية اليوم قبل الغد. حدا حيقول طب ما أنتوا كتلة ومثلين بالبرلمان وكذا، وأنا أرجع أكرر كلامي. رئيس بري أطلق مجموعة مبادرات، بس المبادرة الأساسية اللي كانت من منبر الإمام موسى الصدر بـ 31 آب، هذه المبادرة اللي بتحكي عن حوار حد الأقصى 7 أيام. صحيح، هذه المبادرة الأخيرة. يمكن كان رئيس بري ينهي بيومين إذا لقى أنه جدل بيزنطي ما موصل لمكان، كان حينهي بيومين. وبتروح دغري على جلسات مفتوحة إلى أنت حتى انتخاب الرئيس. نعم. وأنا بقول لك هذه المبادرة كانت متوازنة، ما في طرف يقدر يقول مفصلة على قياسه أو مفصل على قياس الطرف الآخر. هذه المبادرة لو مشي فيها التيار الوطني الحر، ولو مشيت فيها القوات اللبنانية، أو لو مشي حدا منهم فيها، نحن اليوم مش بس عنا رئيس جمهورية، كان عنا رئيس جمهورية وعنا حكومة كاملة الأوصاف، مش حكومة بتصريف أعمال. تصريف أعمال بعد كم شهر بصير لها سنتين بتصريف الأعمال، فيها تناقضات إلى أول ما لآخر، فيها مشاكل إلى أول. بس للأسف الشديد هذه الكيدية، هذا الرفض لحسابات شخصية ضيقة لا تمت إلى المصلحة الوطنية. وحتى أنا أقول لك أكثر من هيك، نحن اليوم عندنا مرشح ومتمسكين في الآخر هو الأستاذ سليمان فرنجي، وهذا منه سر نحن والإخوة بحزب الله وفي حلفاء معنا والحلفاء. أنا أقول لك المبادرة اللي أعطاها الرئيس بري ما حدا بيعرف من هو رئيس الجمهورية، ما حدا بيقدر يضمن من هو رئيس الجمهورية. يعني لم تكن للتذكير، لأنه سمعنا كثير ساعاتك للتذكير، يعني لم تكن تعوا نتحاور حول سليمان فرنجي أبدا. لو كان على هذه القاعدة أنا بقول لك من حق أي حدا ما بده سليمان فرنجي يقول لك لا أنا ما بدي أجعل هذا الحوار. قلت لك حط حوار والحوار يتبع بمعزل عن نتائجه، إذا اتفقنا فأمر جيد. نعم. منروح دغري مننتخب رئيس فورا وبكون بإجماع عالي. إذا ما اتفقنا وهذا الإجماع العالي شو بيعمل؟ بيسمح أنك كلف رئيس حكومة بسرعة وخلال 10-15 يوم تعمل حكومة إعادة تشكيل السلطة التنفيذية. إذا انتخب هذا الرئيس الجمهورية وهذه لعبة ديمقراطية من فريق على وفي فريق تاني حس أنه هو مغبون، قد يؤخر هذا الموضوع بتشكيل الحكومة. من هون كمان الرئيس بري كان دائما من اليوم الأول عم بقول يا عمي نحن بهذه الظروف ما بتزبط معنا إلا التسوي، ولكن هذا الرفض هذه الكيدية هذا حسابات وذاك. ولا واللافت أنه الطرفين اللي رفضوا هن ما بيحكوا مع بعض، وهن اتنيناتهم نفسهم فيها بطريقة أو بأخرى لرئاسة الجمهورية، يعني طبعاً. يا بالشخصي يا أنه ينجاب رئيس الجمهورية يكون من قبلهم من قبلهم مباشرة. فهذا اللي عطل. نعم. لازم أول شغلة نرجع رئيس الجمهورية، نحن لو اليوم في رئيس الجمهورية لو في عنا حكومة. نعم. لم نسأل شو بدنا نعمل بقيادة الجيش، ولا بكون في فراغ بالأركان، ولا بكون فراغ بالمجلس العسكري، ولا بيصير في فراغ بأي مؤسسة. وكان ما كان كمان صار في فراغ حتى بالأمن العام وغيره 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 وغيره. لذلك اللي أوصل البلد هون هو اللي حساباته حسابات كيدية اللي رفضت مبادرة الرئيس بري، واليوم مفترض أنه اللبنانيين يكونوا واضحت لهم الصورة تماما. وهؤلاء التاريخ بده يحاسبهم أنه أنتوا أضعتوا على اللبنانيين فرصة تاريخية لانتخاب رئيس باللحظة كانت المناسبة، وكان هلأ استعداداتنا أفضل، تماسكنا أفضل، مقاومتنا أفضل،
جيشنا بوضع مرتاح أكثر ووحدتنا الوطنية متماسكة. اسمح لي قبل أن أسألك إلى متى بدها تضل هذه الحسابات الخاطئة؟ نرجع شوي بالزمن قبل انتخاب العماد ميشيل عون رئيس الجمهورية وطرح السلة المتكاملة، وفيما بعد ثبتت نظرية الرئيس نبيه بري، والآن نفس الموضوع تقول وتابع. أنا ما بدي كتر كلام، بدي السؤال يكون إلك، ولكن كمان تعطيل عمل المجلس النيابي وفرط الجلسات من قبل البعض، الآن شو عدا ما بدأ تشريع الضرورة يمكن يقبل فيه البعض، وهذا ما يتحدث عنه الرئيس نبيه بري دائما، يعني هل غب الطلب عند البعض حسابات البلد؟ من نسر أنه كتلة الجمهورية القوية نزلت على عنتيني، قدمت على عند مقدم اقتراح قانون معجل مكرر بالتمديد لقائد الجيش أو تأجيل تسريح لوقت محدد. طبعا هن طالبين كل سنة، هذا ملك المجلس النيابي النقاش فيما بعد. طبعا الرئيس بري طبعا ما بيعمل جلسة شرعية أولا مشان أي بند، لأنه بيطعم فيه أول شيء، ثانيا لا إحنا منشرع، واليوم الجلسة بكرة في اجتماع هيئة المكتب هي بتحدد طبعاً. بس عندك 15 أو 16 قانون نازلين وقوانين في جزء كبير منهم، عدد كبير منهم أكثر من ضروري. يعني حقول لك أنا الكابيتال كنترول، وهذا عم بيطالب فيها حكمية مصرف لبنان اليوم، والحسابات لها مصلحة بالنقد، وخاصة بعد ما استعاد الثقة هذا المصرف، نعم لإعادة الاستقرار النقدي للبلد. استعاد مصرف لبنان اليوم بظل الحاكمية لو بن إنابي، استعاد ثقة الشعب اللبناني، استعاد ثقة المودعين، واستعاد ثقة المجلس النيابي. ما بيعجبوا حدا لأنه الأداء جيد جدا لأول مرة، قد يكون مش من الأزمة من 98 بيصير في ارتفاع بحجم الاحتياطي بالعملات الأجنبية، 500 مليون دولار زادوا هذه المرة الثانية. نعم. منك كمان في دفعة كانت خلال فترة كلها على بعضها ما بتوصل لست شهور. نعم. ما عندنا خيار إلا أنه نكفي يعني بالطريقة اللي بنحفظ فيها بلدنا. أنا عندي كل الثقة أنه كل اللبنانيين حريصين على لبنان، وكل اللبنانيين بدهم لبنان، بس للأسف نحن كل واحد بدنا إياه وفقا لتصوره. فوحدتنا الوطنية هي لازم ترسم التصور المشترك اللي بتراعي كل مصالح اللبناني، ولا تراعي أفراد ولا تراعي أحزاب ولا تراعي أي أحد آخر. نحن وفقا لهذا المنطلق بعتقد نقدر نبلش نفكك مشاكلنا. الجلسة التشريعية يعني بالشيء المبين أمامنا أنه بدها تصير، إلا إذا في حدا باللحظة الأخيرة بده يقطع النصاب بكون أوص على إجراء أولا هو. لا الكلام عمل واضح، يعني عمل اقتراح قانون، مقترح قانون وبده تمديد. نعم، ونحن خلينا نستثمر على هذه الجلسة. نعم، لنمر كل القوانين اللي نوقشت. مثلا أعطيك أنا قانون الطاقة المتجددة أنجز من 14 شهر. هذا القانون بيفتح فرص عمل كبيرة، هذا القانون بدخلنا إلى عالم الطاقة النظيفة، هذا القانون بيفتح باب للاستثمارات. نعم. يعني الناس بتفتكر إنه والله بدي أنا أحط كم لوح، هذا القانون بنص كيف إذا أجت شركات تاخد بمئات الميجاوات تنتج. نعم. وبمناطق مش للأفراد. وهذه كمان أنت بتصير تستثمر فيها مثل شركة الكهرباء تماما يعني. صحيح. إذا مشروع مثلا بيّن إنه منطقة القاع هي أحسن منطقة بلبنان، الكثافة الضوء عالية جدا، بكرة ممكن تيجي شركة تفتح، انت قاعد ببرج البراجني او قاعد بالأشرفية او قاعد بجوني تاخد تشتري كهرباء منه، تشتري كهرباء منه، تعمل عقد وبتشتري كهرباء منه. سعادتك هون بالنسبة للجلسة التشريعية، ولكن الجمهورية القوية تريد فقط بند تمديد لقائد الجيش او تأجيل تسريح. هذا حكي مش منطقي، ولا بيمشي ولا بيصير، ولا ما حدا بيفرض على الرئيس بري وعلى هيئة المكتب جدول الأعمال. في جدول أعمال بقره بكرة هيئة المكتب، ملزم الجلسة التشريعية أن تتقيد بسقف جدول الأعمال. ما في جدول أعمال ببند واحد، شو ما كان هذا البند اللي قلي والله بنعمل جلسة تشريعية مشان والله بس بدنا نقر الكابيتال كنترول، بدنا نقر الطاقة المتجددة، بقول لك هذه جلسة منقوصة. في هيئة مكتب وهذه هيئة منتخبة كلها، فمنتخبة من النواب، ف هن اللي بيحددوا بكرة جدول الأعمال، ونحن حنلتزم، نحن ككتلة حنكون موجودين طبعا، وطبعا حنتعاطى بإيجابية عالية مع كل الأمور المطروحة. وما بنكون والحاكم لسلوكنا حيكون أمر واحد، كيف نقدر ندفع الوضع للأمام بالمعنى الإيجابي، وكيف نقدر
يعني نخفف وطأة على اللبنانيين بالجانب الاجتماعي مثلا. كمان عندك مثلا قرض جاي من الخارج كبير لشبكة أمان اللي هي بيستفيدوا منها العائلات، العائلات الكريمة. نعم. بدي أقول العائلات محتاجة. أوكي. الكريمة. أنا بقولها ما بفهمك أنا. هي عائلات كريمة بكل معنى الكريمة. نعم. فكمان هذا ضرورة، كل هالشغلات هذا ضروريات بتكون. نعم. أنت عم بتخفف اجتماعيا، عم ترجع تعمل تماسك مؤسساتي بموضوع ما تسمح للفراغ. رئيس بيرغ ما حيسمح انه هي المؤسسة الوطنية اللي اسمها الجيش اللبناني اللي في اجماع، ولليوم اديلها التحية، موجودة كمان بكل المواقع المتقدمة وعم تتعرض للاعتداءات. رجعنا 1701 الجيش اللبناني موجود. نعم. وعم تعرض للاعتداءات الإسرائيلية، فهذا الجيش ما مش وايضا كمان مش حيسمح الرئيس بيرغ انه يكون في فراغ في موقع القيادة وينعكس. نعم. سلبا، لأنه هذا الجيش قايم بأعباء كتير كبيرة، مش بس بالحدود، من الحدود إلى كامل جغرافية الوطن. طالما نتحدث عن 1701 الجيش تعرض للاعتداءات، اليونيفيل تتعرض للاعتداءات، منذكر بمجزرة أنا، منذكر بالقرار 425 هل طبقت؟ امبارح ضربوا موقع الكتيبة الإسبانية. نعم. بدي أسألك سؤال قبل ما نروح لفاصل سعادتك، في ظل هذا الوضع الخطير اللي عم نعيشه، قديش لازم نعيد تشكيل السلطة سلطة تنفيذية متناسقة كما قلت؟ نعم. أنا بتمنى لو الرئيس بيرغ سحب بعد ما شاف المواقف السلبية والغير عقلانية، أي سحب المبادرة. أنا يعني أقل، أنا خلص جمدت مبادرتي. أنا أتمنى على الناس، على الكتل النيابية والأحزاب اللي وراهم اللي رفضت مبادرة الرئيس بيرغ تحتكم لضميرها، تحتكم لمصلحة لبنان، يعني تخفف عن كاهل اللبنانيين. وهي الطالب تقول نحن خلينا فورا نرجع للمبادرة. وأنا بقول لك إذا أخذ بمبادرة الرئيس بيرغ هلا بخلال أقل من 10 أيام في رئيس جمهورية، لأنه الرئيس كمان حتى بجلسات الانتخاب. نعم. كان حيعمل ماراثون. نعم. قبل الظهر صباحا، يعني نهارا ومساءا. هل تتوقع سعادتك، كمان سؤال سريع معلش عم بيجر الحديث بعضه، هل تتوقع أنه جلسة تشريع الضرورة والتبدل وخصوصا بموقف القوات اللبنانية قد يؤسس إلى يعني هيك قراءة جديدة للأحداث، خطورة الوضع؟ أنا ما في نقول إلا بالتمني، لأنه الموضوع مش عندنا. تتمنى؟ نعم. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نروح على غزة ونروح على جبهة لبنان الجنوبية طبعا مع الحدود الشمالية مع فلسطين المحتلة والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، ربط الجبهتين ببعضهما البعض. إذا فاصل ونعود لمتابعة السياسة اليوم. مشاهدينا الكرام، عودة إلى متابعة السياسة اليوم، ومرة جديدة بدي رحب بضيفي عضو كتلة التنمية والتحرير سعادة النائب محمد خواجة. أهلا وسهلا فيك من جديد. أهلا فيك. خلينا نروح مباشرة، نبدأ من جبهة الجنوبية لبنان. الحرب، أنا ما زلت أقول إنه ما يحصل في الجنوب هو حرب، يعني هي هو استراتيجية جديدة من المقاومة، وحرب منخفضة السقف. نعم. بالجغرافيا، ولكن هو حرب. سألتك السؤال، هل لو كنا أظهرنا ضعفا ماذا كان فعل الإسرائيلي؟ وأريد، أنا بعرفك يعني قبل النيابة باحث استراتيجي، أديش أو كيف يدير لبنان هذه المعركة وخصوصا المقاومة؟ قلت لك بمعرض حديثنا الأول، في إدارة حكيمة كل ما تحمل كلمة من معنى، ومع أنه يعني المعادلة صعبة اللي عم تشتغل فيها المقاومة، بس بعد أكثر من 60 يوم تبين أنه يعني قدرت بحرفية عالية أنها تحفظ الحدود وأنه تحافظ على الاستقرار اللبناني بدرجة عالية، وأنه ترد على الإسرائيلي، وبذات الوقت تقدم تكون بموقع المساند والمشاغل للعدو خدمة لأخواننا بغزة. وهذه المعادلة الردع، قدرات تنامي قدرات المقاومة في لبنان. أنا أقول لك المقاومة حتى الآن ما بعرف إذا استخدمت من قدراتها 1 أو 2 أو 3 أو 4، أكيد دون 5%. الإسرائيلي بيعرف تماما، بيعرف تماما شو قدرات المقاومة. لذلك هذا التهويل اللي بيعتمدوه القادة الإسرائيليين، بيعرفوا أنه بلبنان لا ينصرف. فهني قطاع مثل قطاع غزة، هذا القطاع الصغير يعني
اللي أصغر من أصغر قضاء في لبنان جغرافيا. جغرافيا نعم. واللي فيه كثافة سكانية مرعبة وعم يتحملوا للمقاتلين عبء نفسي إذا بدك هذا الكثافة السكانية. صحيح. يعني أنا بعرف إنه القتال الإسرائيلي لا يحتاج إلى كثافات سكانية، بتصير نقطة ضغط على المقاتلين وليس العكس. أسهل لما يكون ما فيه سكان. يمكن كذا مرة صرنا معطين مثال الوقت اللي حوصرت العاصمة بيروت سنة 82 وتفرغت يعني أو نزح جزء كبير من سكانها عنها، أنا ذاك سمحت للقوى المدافعة أن تكون حريتها عالية وأنه تتنقل بسهولة وأنه إذا في خسائر تكون الخسائر محدودة وخاصة بين المدنيين. نعم. وفعلا كانت ناجحة. على ظروف غزة مختلفة، مختلفة ما عندناش عمق ليروحوا عليه، حتى الإسرائيلي اللي قالوا روحوا من الشمال عم يلحقون على الجنوب، اليوم لحقن على الجنوب وعم يفتعل المجازر وعم يفتعل وعم يفتعل وعم يفتعل. يعني أنا رأيي معش حدا لازم يحكي حول، يعني لم يشهد التاريخ فظاعات كالتي يرتكبها الإسرائيلي والأمريكي. بس تقول الإسرائيلي بتقول الأمريكاني حد منه دغري، وهو أفضل كمان تقول الأمريكي الإسرائيلي. هذه الحرب حرب أمريكية إسرائيلية، يقود المعركة الأمريكي بالتأكيد. بالتأكيد وبوفر لك كل المستلزمات اللازمة، وآخرهم الفيتو من يومين. هذا بالجانب الدبلوماسي بيعمل له حماية دبلوماسية، حماية سياسية، ضغوطات على كل الحلفاء للولايات المتحدة لينصاعوا ضمن ليتماهوا مع الموقف الإسرائيلي، ضغوطات على الأوروبيين ليتماهوا مع الموقف الإسرائيلي. جسر بري جسر جوي. بالأمس من دون العودة للكونغرس إرسال قطائف وعتاد عسكرية 45 بعتقد 45 ألف قذيفة دبابات من مطلوب. دون العودة إلى الكونغرس. نعم. فاليوم هذا الحرب، طب إذا هذا الإسرائيلي بغزة زج خمس فرق مدرعة 1300 آلية اللي موجودين، وأكيد صار، أنا بقول لك صار مدمر لهلأ، مدمر أو معطوب لا يقل عن 400-500 آلية على الأكيد. يعني أنت عم تحكي عن ثلث القوة الإسرائيلية عمليا أصيبت. نعم. فالإسرائيلي يقوم باللي قادر يقوم فيه بخسائر بغزة. نعم. وبعدين بيعرف أنه لبنان أمر مختلف تماما، الجبهة أكبر بكتير والقدرات أكبر، قدراتها ما في وجه للمقارنة. يعني هول اللي عم يعني المقاومين اللي موجود عم بيقاتلوا بغزة هولي عم بيسطروا ملاحم بكل معنى الكلمة، هولي أبطال أسطوريين مثل ما نسمع عنا بالروايات بظروف قاسية جدا 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 جدا، وكانوا محاصرين وبأسلحة متواضعة جدا جدا جدا. الإسرائيلي بيعرف تماما، بس بمقارنة بسيطة لأنه هو عم بيحاول حرب المدرعات مش مشات، بيعرف أنه الياسين 105 انه هو متواضع جدا وعباره عن قاذف بسفن، لكن بيشتغل على اثنين ميكانيزم بدل ميكانيزم واحد. اذا قصته اذا عملت له مقارنه مع صواريخ الكورنت اللي بتملكها المقاومه في لبنان ما في وجه للمقارنه. المقاتل اللي عم بيطلع على الشارع اللي يضرب اللي بيظهر اللي يضرب الاليه، هذا المقاتل نسبه انه ان يصاب او يقتل لا تقل عن 60%. شوف المخاطره قد ايه نسبتها. انا بقول لك بصواريخ الكورنت اذا فتحت حرب واسعه بتضرب انت اذا آلية موجودة على طريق خلدي حد شمسين ممكن تضربها من بيروت الغربية من احد المباني اذا كانت مكشوفة ومنظورة وبتصيب الهدف. يعني المقاتل عم بيكون تعرضه بهذه الحالة 1% لخطر. ففي الفرق كبير طبعا، القدرات الصاروخية قدرات التدميرية. يعني كمان انا بحكي هلا هون بموضوعي مش بحكي حكي سياسي، الصواريخ اللي عم تستخدمها المقاومة المنحنية اللي عم ترمي فيها، واللي حتى امبارح كان في رشقات باتجاه تل أبيب، الصواريخ هذه إذا بدك تأثيرها معنوي أكثر ما هو مادي، صواريخ غير دقيقة بالنسبة للموجودة في لبنان. الإسرائيليين بيقولوا إنه المقاومة من ضمن ترسانتها الصاروخية الكبيرة بلبنان بتملك آلاف الصواريخ عالية الدقة غير المدى البعيد. عالية الدقة، العالية الدقة يعني الصاروخ ما بيغلط أكثر من 200-300 متر بأقصى حد. يعني هذه مدمرة، وبيعرفوا إنه صحيح عندهم سلاح جو، وهذا السلاح الجو فاعل قد يكون من أقوى أسلحة الجو في العالم سلاح الجو الإسرائيلي، ولكن هذا سلاح الجو بعتقد محتاج لمدارج يرجع عليها، محتاج لمطارات. نعم. وبنك أهداف المقاومة واضح أنه مثل هني عنده بنك أهداف، ودائما هني بنك أهدافهم الإسرائيليين، هني بيعملوا مجازر بالمدنيين مثل ما بيحصل هلأ بغزة. نعم. البنية بتقلي
تأثيرها على المدنيين بقول لك عالي جدا هذه الحرب. نعم. يعني عم يقتربوا من 20,000 شهيد وعشرات آلاف الجرحى. بالوقت اللي عندك يعني بالبنية القتالية بعد مرور أكثر من شهرين بعد أنا بقول لك البنية القتالية بعد لق بالحد الأدنى 70 أو 80% قوية ومتينة ومتماسكة. وأكبر دليل على ذلك أمرين: بعد الصواريخ بتنطلق رغم الإسرائيل بقول لك فتنا على بيت لاهية، فتنا على بيت حانون، فتنا على كذا، فتنا على وبعدها عم تطلع وعم يطلعوا المقاتلين أو المقاومين. أخذنا خان يونس. نعم. هني عمليا ما بيقدروا يتمركزوا. نعم. هني بيقدروا يندفعوا إيه حتى. نعم. نكون موضوعيين، المقاومة أي مقاومة ما بتقدر تواجه جيش عنده كثافة نيران وجها لوجه مثل بحجم الجيش الإسرائيلي، وعنده هذا الكم المدرعات وعنده غطاء جوي كتير قوي، مش من السهل أنك تواجه. المقاومة بغزة استخدمت من اليوم الأول تكتيك القتال التأخيري مع انسحابات، ولكن الإسرائيلي بس عم بيجي بده يثبت بأي منطقة عم بفوت عليها، عم بيشوف أنه في ناس عم تطلع له من تحت الأرض. وإذا منتابع الفيديوهات اللي عم بيقولوها قاضي إسرائيليين وجنود إسرائيليين عم بيحكوا عن أشباح. والمقاومة اليوم من بالتطور التكنولوجيا اللي صارت متيسرة للجميع بما فيها الناس اللي يعني ما بيمتلكوا التكنولوجيا الذكية والعالية الدقة، عم تقدر إنها تعمل أفلام وتعرضها على الرأي العام. يعني بتقدر إذا بتشوف بهالستين يوم بنشوف مئات الآليات تعرضت لضربات قدام النظر، يعني مش إنه واحد عم بيقول لك والله أنا دمرت 5 آليات. عم صور موثق بفيديو موثق إنك تقدر تحضرهم. لا. وتقدر تشوفهم وتقدر تشوف كيف اللهب بقى طلع منهم وغيرها. فالإسرائيلي بده يعمل ألف حساب وحساب بما يخص الجبهة اللبنانية. ما حدا هول علينا ولا حدا خوفنا، نحن ما منخاف، معروفين إنه قتلنا الإسرائيلي مرة واثنين وثلاثة وأربعة، وقدرنا نوصل نكشف كعب أخيل الكيان هذا الإسرائيلي. كعب الأخيل موجود، الدواء تبعه موجود عندنا، الإسرائيلي بيعرف، بيصفنا بالطيران، ولكن في عنده مدن بدها تتدمر، في عنده مطارات بدها تتدمر، في عنده منشآت حيوية بدها تتدمر، ديمونة مش بعيد، وكميات بحيفة مش بعاد، كله تحت النيران، وكل الأماكن الاستراتيجية في الكيان هي بنك أهداف للمقاومة. يتواضع شوية الإسرائيلي ويحكي كلام نقدر نقبله أو يقبله العقل. يحكي كلام. وكمان يعني ساعتك تعقيبا على الكلام، يعني عملية طوفان الأقصى كانت غير اللي سبقها، يعني طيرت الأمن خلينا نقول والاستخبارات والاستثمار، يعني هذه الأسس التي بني عليها الكيان ما كانت سهلة، يعني إنك تعمل بالإسرائيلي هيك، بده يرد يكون عنده ردة فعل. ما في شك، بس أهم من كل هول اللي ذكرته وهذا حتبين فيما بعد، هذا الكيان شو هو؟ الكيان الإسرائيلي هو تقاطع مشروعين. مشروع استعماري كان قائم بالمنطقة، آخر شيء هذا الاستعمار بلحظة بده ينتهي، بده حدا وكيل يحل محله ليحميله مصالحه وليهدد له خصومه. صحيح. تقاطع مع مشروع حركة صهيونية حسمت الصراع داخل البيئة اليهودية، حتى نكون موضوعيين، لأنه كان في طيران بخمسينات وستينات وسبعينات وثمانينات القرن الماضي بالـ1800 قبل مؤتمر بازل 1897 كان فيه صراع، كان في صراع بين طيارين، طيار يهودي بيقول إنه نحن يا خي هذا الظلم اللي شكينا منه تاريخيا بأوروبا انتهى، وانه خلينا نندمج بمجتمعاتنا، وهلا اجى عصر التنوير وعم تنفتح الفرص وصار في التعاطي مع المواطن كمواطن والفرد كفرد، مش لانه ابن هذه الديانه او ابن هذه القوميه وكذا، فخلينا نندمج بمجتمعاتنا ونفك الجتوات اللي عاملينها بقلب المجتمعات مسكرين على حالنا ونعيش حياه طبيعيه ونصير مواطنين مثل كل اي مواطن. التيار الثاني هو التيار الصهيوني اللي كان عم بيقول لا، نحن من حقنا انه نعمل وطن ولو على حساب شعب آخر مثل ما صار بفلسطين، وفي لحظة تاريخية إنه شابكين نحن علاقتنا جيدة جدا مع الاستعمار أينما وجد آنذاك، بالأخص الاستعمار البريطاني والاستعمار الفرنسي، وخلينا نستفيد من هذه اللحظة لنعمل كياننا. واليوم الإنجليز فاتوا على فلسطين وصار فينا نأسس قوتنا العسكرية وصار فينا نزيد من مستوطناتنا وصار. طيب هول بدهم وطن، هول بدهم حماية المصالح، هول بدهم حماية المصالح، تقاطعت. تا
طب المشهد اللي صار ب 27 ضرب وظيفة الكيان الأساسية، الوظيفة الدول لها وظيفة، خاصة الدول اللي بتستحدث أو الكيانات اللي بتستحدث. هذا الكيان له وظيفة، كان أنه بهذه المنطقة العربية هو العصا، عصا طويلة، وهو مقدمة الجيوش الأجنبية إذا صح التعبير، أو الفتوة تبع هذا اللي قاعدين هون. نعم. هو أي نظام معادي للمصالح الأمريكية، معادي للمصالح الغربية، بتصدوا له كما حصل أثناء نظام الرئيس جمال عبد الناصر بمصر وأنظمة أخرى. نعم. أي بلد يتمرد في العصا الإسرائيلية جاهزة، جاهزة، وإذا ما قدرت تقوم بكل الواجب فيتم الاستدعاء الأصيل، مثل ما صار بحرب السويس، كانت إسرائيلية فرنسية بريطانية أنا ذاك. طيب أوكي. طيب المشهد اللي شفناه الانهيار، سرعة المجيء الأمريكان، هذا صار صهيوني وهذا صار رجع يهودي وهذا كذا، وكل إمكانياتنا للإسرائيليين وكل كذا، ولن نسمح ولن نسمح ولن نسمح. صار الحارس بده مين يحرسه، واللي حاطه قاعدة حماية صار بدك يدير المعركة، صار يجي حدا بده هذا. وبين أنه هناك هشاشة فعلية داخل هذا الكيان رغم كل مظاهر القوة اللي ظاهرة، واللي هي بينت فيما بعد بمعركة غزة، هي المعركة الصغيرة. تخيل لو الجبهات العربية كلها مفتوحة اليوم، هذه المعركة الصغيرة بين أنه هذا الجيش ما فينا نقول أنه ما عنده قدرة قتل عالية، قدرة تدمير، قدرة على الإبادات، ولكنه لا يستطيع أن يقصر إرادة منطقة صغيرة مثل قطاع غزة. اليوم مقاومين حتى الآن لا تزال اليد العليا لهم بالميدان. قبل ما نكمل بدي أعقب على هذا الموضوع، مقاومي لهني 1000 مقاتل أو 2000 اللي عملوا عملية طوفان الأقصى أو 1200، يعني ما نفوت بالعدد، فعلوا هذا الفعل كله وهذه الضربة بسبعة أكتوبر. هل هذا يعني أنه فينا كنا نسترد كل الأراضي المحتلة لو تدخل هذه الجيوش؟ ظروف مختلفة، بدأ ظروف مختلفة، لكن أنا حكون موضوعي. أي مع الوقت، لأنه لك الشيء كمان اليوم من التداعيات اللي حيبين للأمريكي ولغير الأمريكي أنه كمان عملت تبدل، هذه الجرائم، هذا القتل، هذا القتل اللي مستمر ولا مرة صايرة بالتاريخ، ولا مرة إبادة، أنه لا، أنه في 17 ألف شهيد، في أكثر من 5000 امرأة، وفي أكثر من 9000 طفل، يعني إبادة للأطفال وللنساء. هذه ما صايرة ولا مرة صايرة كمان بالحروب من يوم اكتشف التي أنه كل كيلو متر مربع بينزل عليه أكثر من 50 طن متفجرات. متفجرات شيء مرعب، شيء مرعب مرعب. رغم ذلك لا شفنا رأي بيضا رفعت، لا شفنا اخدين اسير واعلن التوبه قدام الكاميرات الاسرائيليه او الاجنبيه، ما شفنا قائد من قاده المقاومه اعتقل، ما شفنا ما شفنا ما شفنا ما شفنا. هذا شو بدل؟ بدل على الثبات. طب اذا القطاع هذا المحاصر المقطوع من عن كل العالم، رجعنا على القدرات المتواضعه، فعل ما فعل، اذا اقدموا فتحوا جبهه لبنان او جبهه سوريا او جبهات، اكيد الامر بده يكون اكبر بكثير. سعادتك، في موضوع فلسطين خلص نفوت مباشرة، دعم لا متناهي، زيارات تحدثت عنها، يعني الرئيس الأمريكي ومن بعده بلينكن أكثر من زيارة، ولويد أوستن وكل قادة الدول، أولف شولز، كلهم إجوا على إسرائيل لا يدعموا، بينما كان هناك قمة عربية إسلامية البعض اعترض عليها، وكان هناك دعوة من الرئيس نبيه بري، قال الموضوع ليست غزة وليس فلسطين، هناك الأمن القومي العربي والإسلامي مهدد طبعا. ماذا يوقف الحرب؟ يعني مستمر إسرائيل، الضوء أخضر مستمر حتى بالمحافل الدولية وبمجلس الأمن، جاهز الأمريكي، ماذا قد يوقف الحرب؟ امبارح الأمريكي أول امبارح عمل فيتو، صح، والموقف العربي كان متماسك شكلا، نعم، كله كان بده وقف فوري لإطلاق النار، وطبعا كان في دول تانية، لأنه الولايات المتحدة الوحيدة اللي عملت لا، لبريطانيا امتنع والباقي كله صوت مع. أنت بتقديرك لو الأمريكي شاعر أنه هذه الكتلة العربية والإسلامية هي كتلة جدية وكتلة متماسكة وكتلة يخي في الحدود الدنيا، أنه ممكن تقرن الأقوال بالأفعال أو ممكن تعمل شيء، لو متيقن أنه بتقطع العلاقات الدبلوماسية كما دعا الرئيس نبيه بري، لو متيقن انه بتخفف التجاره البينيه مع الغرب،
لو متيقن بتقديرك كان بيعمل فيتو؟ اكيد لا، كان بيستمر بهذا الدعم اللامتناهي. اليوم القوة في الكلام للإمام موسى الصدر بيعتبر أن الضعف العربي هو أقوى سلاح بيد الإسرائيلي. هذا الضعف للأسف ما بدي أنا لا ما بدنا كثير، ما بدنا نفوت أكثر على القد، بالعكس نحن نطالب الشعوب العربية في يعني بجزء منيح في حراك عم بيصير بأغلب المدن وبأغلب البلدان العربية. يعني أنا بتمنى أن يكون الموقف العربي أكثر صلابة، يعني نحن يكون حاسم أنه ممنوع تهجير. الرئيس السيسي حكى عن تهجير، كان واضح كان بخطاب كان جيد، قال أنه إذا هجرت غزة سيتم تهجير فلسطينية الضفة الغربية، وهذا الأساس. بالنسبة للإسرائيلي بالداخل الفلسطيني في عنده لغمان كبار أهم من قطاع غزة، لغم الضفة الغربية، وهذا موضوع شائك عنده لأنه هذا له علاقة بالعقيدة، صدوم وعمورة، الخرافات الأسطورية التوراتية والتلمودية. هل البعض يمكن يزعل مني التحريف الأساطير البيخة كده. ايه. مع أني مستندين لألا أنه هذه أرض أنه الله الإله هذا إلههم ايه وهبون اياها، ولكن هني ممنوع يكون عندهم دوله حكم عليهم بالشتات. يعني هذه مدرسه تانية. ايه ما انا مش قادر مش شاطر فيها اغلى. ايه بس انا عم بقول لك اليوم ايه. ايه. عدا اليوم انه بتحكي بقطاع غزه 350 كيلو، عم تحكي بما يقارب 6000 كيلو، والضفه الغربيه بعتقد 5600 كيلو. يعني عمليا وقت اللي عم ينحكي عن دولتين، اذا بدك تعمل انت كنت دوله تانية فلسطينيه، طبعا احنا مع فلسطين من بحرها، ولكن في حال الحديث انا بدي يعني حاور اللي عم بيحكوا بحل الدولتين وغيره. ما الاسرائيلي اولا مش موافق، طبعا مش موافق العربية. مش ما اكتفى كلاميا الاسرائيلي من سنه ال 67، من وقت اللي تم بحرب ال 67 احتلت القدس واحتلت الضفه الغربيه، بلش بمشاريع الاستيطان. اليوم وإجا أصله بال91 ولم ينفذ منه أي شيء، أصله اللي نص أنه بيوقف الاستيطان وبيوقف كل شيء وكذا، كان 300 ألف مستوطن وقت أصله بال91، اليوم في 800 ألف مستوطن. يمكن أكثر واحد يعني عجبني من مقاربته لهذه المسألة هو الأستاذ وليد جنبلاط. كان كثير موقف هذا، قال له أنت بخي وين الدولة الثانية؟ في 800 ألف مسلح مستوطن، يعني مسلح. ما كمان بكرة الجيش الإسرائيلي بيقول لك كيف أنا بدي أخلي هذا الجزء، يعني إذا وأنا ماني شايف لا في حال دولتان ولا في حال غير دولتان. بس إذا رحنا بهذا المنطق بقول لك طب يا أخي أنا 800 ألف ما فين إخليهم، هو 800 ألف بدي حميهم، يعني في قوات إسرائيلية سوف تبقى داخل هذه الدول المزعومة اللي عم يحكوا عنها بدها تكون الحصة الفلسطينية. فلذلك عم يفتشوا على شكل ولو كرتوني. أكيد الشعب الفلسطيني لن يقبل، كله متمسك بوطنه، الشعب الفلسطيني بالشتات متمسك بحق العودة، والشعب الفلسطيني بالضفة الغربية وبغزة وب48 متمسك بأرضه متمسك بوطنه. أكبر دليل على ذلك رغم كل هذا الدم المهدور بقطاع غزة اليوم بعضهم سيبتين، وإنه ما في حدا رفع راية بيضاء على باب بيته وقال يا خيي نحنا بدنا نستسلم وشبكوا لي إسرائيليين نعمل. بدي أسألك عن هذا السؤال، ما بعد أوسلو ما بعد اتفاق أوسلو 93 كان المفروض 5 سنين، يعني مفروض صوب 98 يصير في انتخابات ودولتين. على العكس الموقف اللي ذكرته وموقف البيك وليد جنبلاط، بدأ القضم والتهويد وسرقة وزيادة المستوطنين والمستوطنات. يعني حتى عندما أتى بنيامين نتنياهو قال هذه الاتفاقات لا تلزمني ولا تلزمني، إلى أي مدى كل هذه الاعتداءات هي من انفجرت أو ما سببت انفجار 7 أكتوبر؟ 7 يعني الانفجار بلش من العشرينات القرن الماضي. إذا بدك يتخمر بركان طبعا. أنه في شعب انطرد من أرضه مظلوم، في شعب ألاف وألاف السنوات بكل التاريخ المكتوب هذا الشعب الفلسطيني الموجود هناك، إجا حدا طرده من أرضه شردوا بالشتات، وحتى اللي بقي بأرضه بقي مواطن من الدرجة الثالثة 48، وبالضفة الغربية بعد الاحتلال اليوم إنه مضايقات أكثر فأكثر، عم بيهود له القدس، بده إذا بيطلع بإيده حيدمر الأقصى. فكل هولي آخر شيء شو بدك ردة فعله؟
غير القمع غير الاعتقال. عم نحكي نحن ذاك اليوم من عمل هدن يمكن تم إخراج بعد 200 أو 200 شوي أسير فلسطيني. قديش اعتقلوا الإسرائيليين من 27 حتى اليوم؟ أكثر من 3500. وشفنا هيدا الفيديو أكيد شفته من الضفة الغربية طبعا طبعا بالعراق وغيرها البشعة جدا. كل يعني الإسرائيلي اليوم روح الانتقام هذه روح الانتقام التلمودية. إذا بترجع للتلمود وحتى بعض الآيات بعض الأصفار اللي بالتوراة مزورة أكيد لا يمكن رب العالمين ديانية أنه يقدر هيك. نعم. هذه من صناعة البشر وقت اللي جمعوهن اقتل احرق لا حتى احرق الشجر والحيوانات. نعم. الحيوان الشجر. نعم. البشر. نعم. اليوم الإسرائيلي عم بيمارسها بكل بعري واللي منافق أكتر من الإسرائيلي وهذا بعدين بدأت تبين كمان بقوة الغرب. هلأ الغرب جزئين، جزء الأمريكي هذا لا يعول عليه ولا يوم كان عنده منظومة قيم. أنت بتعرف أنه كل شزاز الأفاق من العالم تجمعوا في بقعة جغرافية أبادوا شعب بأمه وبيه، قتلوا الملايين من الهنود الحمر اللي هن السكان الأصليين وحلوا محلهم. أساساً هذا لا عنده ثقافة ولا عنده عصر تنوير ولا عنده من يحزنون، هذا عنده المادة والتكنولوجيا. أنا بحكي عن الغرب الأوروبي اللي بالعقود بالقرون الماضية تميز بأمرين، بوجهين كان له وجهين، وجه بشع جدا هو الوجه الاستعماري. نعم. والوجه الثاني اللي مع مفاهيم الثورة الفرنسية فيما بعد عصر التنوير حضاري وصعود فلاسفي حكوا عن الإنسان، عن حقوق الإنسان، عن أهمية الإنسان، عن كرامة الإنسان، عن إنسانية الإنسان. وحكوا عن العدالة الاجتماعية وعن الشرائع الدولية، وحكوا إنه الناس بالمساواة وبالأخاء وبغيرها. نعم. أين هو هذا الكلام اليوم كله؟ مشهد ميكرون هو بس إجى على الكيان الإسرائيلي، وين صار؟ أنا بقول إنه الثورة الفرنسية فتحت أبواب. نعم. وين هو هذا المشهد؟ وين اللي كانوا يجوا يعزونا بحقوق الإنسان؟ لا أنتوا فلان وقفتوه، مش عارف ليش توقف في بلد الفلاني. إيه؟ صح. إنه هذا عم بتمارسوا استبداد شرقي. طيب انتوا بقت اللي عم توقفوا مع كيان قتل خلال ايام مدنيين بغزة اكتر بكتير ما قتل من الطرفين الروسي والمدنيين، من الروس ومن الاوكران بمعركة سرى سنتين. كمان هذه اسقطت كل الديمغاجية الامريكية والشعارات الامريكان. نعم. بوتين مجرم حرب، شو قتل المدنيين؟ كل المدنيين اللي قتلوا هن روس وأوكران وبمعارك ممتدة على أكثر من 1000 كيلومتر ومغطي مساحة تطلع قد مساحة غزة ما بعرف يمكن على 400 مرة 500 مرة بشرق أوكرانيا. 109,000 مدني طبعا مأسوف على أي مدني بأي حرب يجب أن يحيد. طيب شو بدو يقولوا الأمريكان بعد الآن وقت اللي بايدن هو شخصياً الأمر النهي في قتل أطفال فلسطين؟ هو المسؤول عن جرائم فلسطين، هو مسؤول عن قتل الأطفال، هو كل شركاء الأوروبيين اللي بيشبهوه. نعم. أعطى ضوءا أخضرا يعني حتى نهاية العام. مش صحيح هذا الكلام على الأقل. ما بعرف أنا من جاي هالرواية على أقل تقدير. لا هي مفتوحة حاليا. أنا سأسألك ما الذي قد يوقف الحرب غير إنجاز مهم للمقاومة الفلسطينية؟ يعني هل نعتمد بعد على تبدل الرأي العام الدولي؟ هل على لا شك يبنى على الرأي العام الدولي ولعب دور كتير كبير. مثلا في 750 إعلامي وصحافي بالولايات المتحدة ودفعين المادي 99 من أنطونيو غوتريش. يعني كان واضحا لا في كتير. واليوم أيمين الأيامي على غوتريش شو صح. قال الرجل شو قال؟ قال يا عمي والله حرام وقفوا الحرب. وقفوا يعني الحرب ما طالب بالفصل السابع ولا ارسال جيوش ولا شيء شي مع انه هذه من مهمات يا عمي بس الأمن. وقفوا الحرب وقفوا القتل مش حرب هذه. وقفوا الاباده اللي عم ترتكبوها. شفنا ما خلوا له لا بقوا له لا بشوا له تاريخه. هلا ما زبطت معه يطلعوا نازي. ايه النازيه يعني اليوم امام الايام امام المحرقه اللي عم تمارسها اسرائيل عم تنفذها اسرائيل بالشعب الفلسطيني بقطاع غزه. كل محارق النازيه بتطلع مسحه بكل الأساطير اللي كبروها هذه قصة. بعدين حطوها معادات السامية وما السامية. وين الفرنسيين اللي عملوا قانون مش المعادات السامية؟ طب ما يعني احنا ساميين كمان مش منتبهين الفرنسيين لها. ما بيعرفوا انه العرب بني ساميين. فهذا الموضوع أسقط منه بسيط هذا الأمر. مش بسيط. أنا يا أخي كنت أحيانا أقول والله يجب أن نتمثل بال 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 بال
ببعض القيم الغربية اللي عم تتمارس، وأنه شغلة جيدة أخي قصة العدالة الاجتماعية، حقوق إنسان، حقوق الإنسان، كرامة الإنسان، نعم شغلة كتير مهمة هذه، منها بسيطة من ما مكان مين مكان. سقطت كل هذه الشعارات، سقطت طبعا. البعض سقطت. يدعو يعني يتحدث عن دور الأمم المتحدة، هلا اليوم إذا بدك عن دور هذه الدولة مثل ألمانيا، هلا ألمانيا عم بتمارس فعل الندامة على حساب الشعب الفلسطيني والشعوب العربية. اليوم انه عم بيعملوا عم بيشتغلوا على قانون يجرم كل من يعادي اسرائيل. نعم في بينزعوا منه حتى اذا عنده نعم. باسبور بينزعوا الباسبور. الفرنسيين عاملينها قبل تحت عنوان معاداه الساميه، انه انت كل ما قلت والله بيجن والله كان بيجرم حرب، ها انت معادي للساميه. هذه مطاطه. فصعت الغرب نحر الفلاسفه تعوله، اختال فلسفته، اختال رجال التنوير اللي مرقوا بيوم من الايام وحكوا كلام كتير جميل. نعم. وبعده كنا عم نرددها وتعلمنا بالمدارس وتعلمنا بالجامعات، دائما بناخذ هذه الاقوال 100%. نعم. فهول اول شيء عملوا الغرب بالاوروبي انه هو قضى على العصر اللي ادعى انه فتح افاق جديده. نعم. في البعض يتحدث عن دور الامم المتحده ومجلس الامن للتذكير قبل ما نروح لفاصل. راحوا هولي انتهوا قبل ما نروح لفاصل. هولي يعني بين انه اقل من دوائر ضمن وزاره الخارجيه الامريكيه. نعم. الماده يعني 99 يعني منيح اللي فيه فيتو الروسي والصيني ببعض الاحيان عم بيقدروا يوقفوا شيء. يعني أنطونيو غوتيريش طالب يعني بالمادة 99 تفعيلة فقط لناحية إيقاف الحرب. القتل، ما قال أرسلوا جيوش تمنع، وعلما أن تنص يعني تحت الفصل السابع لإجبار إسرائيل وصار اللي صار. البعض يدعو إلى إعادة النظر بكل هذه المنظمات العالمية والدولية، وعم بيسبب انزعاج من كثير من الدول. يمكن في المستقبل سعادتك نبلش نلمسه أكثر، هلأ بعد الأمور حامية كما نقول. نروح لفاصل، الوقت المتبقي الأخير نتحدث الحديث عن مستقبل غزة وهذه الخطة يعني الإسرائيلية أو حتى الأمريكية لضرب الفلسطينيين ببعضهم البعض، أو إيجاد شرخ جديد ما بين العرب والقضية الفلسطينية الأساسية. إذا فاصل ونعود لمتابعة السياسة. مجددا مشاهدينا الكرام، عودة إلى متابعة السياسة اليوم، ومرة جديدة برحب بضيف عضو كتلة التنمية والتحرير سعادة النائب محمد خواجة. سعادتك يعني بالقسم التالي، هلأ بالقسم الثالث تحديدا نتحدث معك في الاستراتيجية بعيدا عن مجلس النواب والتشريع. عم نسمع كثير مستقبل قطاع غزة، محتارين لمين بدهم يلزموا، ولكن عم نشوف بعده المقاتل الفلسطيني المقاوم بيطلع من وراء هون وبيصورهم. يعني هو عم بيسدد رمية مثلا أو الياسين 105 أو غيره، وبيصور وبينشر على السوشيال ميديا. عن أي مستقبل يعني بدأ الحديث عن مستقبل غزة وما زالت غزة لأهلها؟ إذا بترجع من أول يوم الحرب البرية، أول يوم كان الحكي أكثر من هلأ عن مستقبل غزة، عن اليوم التالي. أي ماذا بعد؟ والأمريكان يعني لينكن اجى باكثر من زياره، انه هو كان عم بيقول انا كنت عم بتناقش مع الاسرائيليين باليوم التالي. انا بعتقد الحكي عن هذا اليوم التالي ما له مكان هلا. هلا الكلام للميدان. والاسرائيلي ما في يدعي انه خلص، خسائره عالي، صمود المقاومه كتير كبير. شو بدك بعدد القتلى؟ وانا بشكك فيه عدد القتلى اللي بيعرضوه الاسرائيليين اكثر. اكيد اكثر. امبارح حكوا عن 5000 جريح، حكوا عن 2000 عسكري اعاقه دائمه. اي وقد تكون الارقام اكبر، لانه المستشفيات الاسرائيليه، انا بتابع الموضوع العبري كتير، مستشفى من المستشفيات بتقول لك انه نحن اليوم وصلنا 60 اصابه. طب في مستشفيات غيرها كمان، صح يعني، وفي شيء بيتضمد بيكون جروح منا عالي كتير، بتتضمد بمستشفيات ميدانية. نعم. قريبة يعني من الجرح. الإصابة غير الخطيرة ما بده مستشفى. الجريح العادي مستشفيات ميدانية. عندهم غرف عمليات حتى بتكون قريبة من الجرح. عندهم كل شيء. نعم. فما فيهم يجي يقولوا بعد، قالوا من اليوم الأول بدنا نقتل كل قادة المقاومة، وحددوا بعض الأسماء كان منهم السنوار. يحيى السنوار. نعم. ومحمد الضيف. وأبو عبيدة ما مبين أنه قتلوا حدا ولا قدروا يقتلوا حدا. وبعضهم عم بيقولوا لك ضربونا بالشجاعية
أساس أخذت الشجاعية من 20 يوم ضربونا بصلاح الدين. نفذت المقاومة عملية ببتلهية. طب ما بتلهية هي كانت المفتاح للدخول على غزة على القطاع. نعم. طب معناها أنه هذه المقاومة بعدها موجودة بكل الأماكن. وهذا يعني بالعلم العسكري مش المهم أنه أنت تندفع، المهم أنك تثبت. نعم. طب هلأ بيّن أنه يعني المناطق اللي ثبت فيها الإسرائيلي هي المناطق الغير حضرية، يعني غير نعم. غير يعني غير مكتظة بالعمران. نعم. فإنما بقلب غزة بعض الحكي أنه في عمليات بكل أحياء تعيد مدينة غزة عم نحكي. نعم. والمدن الثانية. فمن المبكر ومن المعيب بعدها، مش بس من المبكر، من المعيب الحديث على أي مسؤول عربي وتحديدا إذا كان فلسطيني الحديث عن اليوم التالي وكأنه هو شريك في هذا الإنجاز. ما لازم هذا الكلام أبدا. لازم نفكر كيف نقدر ندعم قطاع غزة وأهل قطاع غزة ومقاومة قطاع غزة وإذاك. وبعدين اللي بيقرر مصير قطاع غزة هن أهالي غزة، سكان غزة وأهالي غزة، واللي بيقرر مصير فلسطين هن سكان فلسطين. من يومين عجبني كلام للرئيس بري مرق من يومين، معبر قال إنه إذا بقي هذا التوحش الإسرائيلي المدعوم غربيا، كل فلسطيني حيصير حماس. مش يعني بيحكوا عن قضاء على حماس. قال كل عربي حيصير فلسطيني وكل فلسطيني حيصير حماس. يعني عكس ما كان بدهم. أساسا القصد كان من كل هذه المعركة إنه أنهينا فكرة المقاومة الفلسطينية. لأنه حتى نكون صريحين، نحن وقت بنحكي عن مقاومة مسلحة، طبعا الضفة كمان أخذت حصتها في 3500 معتقل من الضفة من شباب وشابات من الناشطين، ويوميا في اقتحامات للمخيمات وفي اشتباكات وفي شهداء اقتربوا من 300 شهيد فلسطيني بالضفة، وطبعا في خسائر عند الإسرائيليين. وعدا أنه يعني الضفة هذا الانتفاضة المكتومة اللي عم بتقوم فيها مجمدة 25-30 ألف جندي إسرائيلي بمدن وبلدات الضفة. إذا بقي هذا الوضع على ما هو عليه هذا حيحول كل الناس إلى مقاومين وليس العكس. إسرائيلي والأمريكي وبعض حلفائهم أنه خلصنا نخلص، إذا خلصنا من قطاع غزة هذه القوة المسلحة وين موجودة؟ بغزة. خلصنا من قطاع غزة ما عاد هناك مبرر، بنروح على المفاوضات، نرجع على هذه السلفة اللي اسمها المفاوضات. المفاوضات مين؟ مع الإسرائيلي. اليهودي بتضل يفاوضك من هلأ لعام 2300، ما بعرف إذا بتقدر تاخذ منه شبر أرض. أكيد بالعكس هو بيضل إذا ما شلحك اللي عندك، وهذا اللي صار. فاليوم ما في خيار لمواجهة إسرائيل، غطرسة إسرائيل، وحشية توحش إسرائيل إلا المقاومة، وما في خيار لوضع الأمريكي والغربي أمام حد أنه خلصنا هون الحدود إلا أن تتوفر إرادة المقاومة اللي شايفين اليوم باليمن. اليمن الجريح اللي ظاهر من حرب اليوم بيعملوا بيانات، الأمريكان ما برد عليهم، حتى رد ما برد. لا وبعدين الأمريكان مع اليمنيين شو بيقولوا؟ العبيد سريع بيطلع بي. سنرد في الوقت في الزمان والمكان. عمي هذه أول مصطلح عربي سرقوه من العرب. فصاروا الأمريكان يحكوا هيك، وصعب أنه الإسرائيلي بده يبعث هو، إذا ما الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا تحديدا بيقوموا بالدور المطلوب، هو بده يبعث بحريته أنه هو عم بيهددوا لليمنيين. أكيد اليمنيين بارح ما ناموا. توفر الإرادة. نعم. تعقيبا على كلامك سعادتك، كل عربي سيصبح فلسطيني، ويعني نقلت على رئيس بري، هذا كلام لرئيس بري طبعا. هذا التوحش الإسرائيلي يجعل كل عربي فلسطيني وكل فلسطيني حركة حماس. كنا نقول أن من يقاتل الإسرائيلي مؤخرا كانوا جيل ما بعد أوسلو، اليوم من يقاتل اليوم في غزة أو في الضفة هم كانوا أطفال، والإسرائيلي قتل آبائهم وأخوتهم وأمهاتهم. مع المستقبل هذا الفلسطيني الذي ترك من معظم دول العالم وقتلت في عنا مئات العائلات محيت من السجلات المدنية، أي جيل تعقيبا على هذا الكلام؟ من يومين بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الكيان كان عم بيقول نحن محاصرين بيت يحيى السنوار وراح نعتقله. اعتقلوه. أعطي صدق.
انه بحاصر بيت يحيى الصنوار اذا مثلا وصل على المنطقه اللي فيها شو يحيى الصنوار قاعد له ببيته كين يعني عم يشرب ارجيله هنا. ومين قال هيدا بيت يحيى الصنوار؟ حكي 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 من هون بدهم تقول لك الدعايه الكاذبه. بدنا ننتبه انه في 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 دعايه الى هدفين غايتين. الغايه الاولى عم بخاطب الراي العام الاسرائيلي خاصه المستوطنين اللي هن فوق ال 100,000 اللي قايم استرطال صراخهم عم بيحاول يطمئنهم من 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 الجبهه الجنوبيه على الجبهه الشماليه بمعيارهم هن. ف فعم بيحاولوا يطمنوا. الامر الثاني وكمان هذه دعايه للأح... انه والله بده مثل ما بيقولوا يهبط العزائم تبع وهذا ما بينصرف. هذا شعب الجبارين ما بينصرف. المقاومين ما حدا بيقدر يضغط عليهم بهذه الاساليب، بالعكس هذا بتخليه يكون اشرس وثابت اكثر ومتمسك بحقه اكثر. هو اذا عم بيهدد ناس هن اساسا جبناء وما بيقاتلوا فهول مردوعين من دون ما يعمل جهد، ما يعمل معهم جهد لا الامريكي ولا الاسرائيلي. وإذا عم بيواجه إذا عم بهذا الكلام للمقاومين فالمقاومين على ثباتهم. من هون بالحديث يعني بما تبقى من دقائق بالحديث عن هذه الدعاية الإسرائيلية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان دفع ملايين الدولارات وكان منها 15 مليون فقط لموقع يوتيوب للترويج لهذه الفيديوهات الكاذبة بالبداية كي يبرر جرائمه. فيما بعد بدأت تسقط، عم نشوف يهود بأمريكا عم يتظاهروا، عم نشوف تسكير الجسور الأمريكان عم يتظاهروا، عم نشوف بإيطاليا، عم نشوف بفرنسا سمحوا لهم فيما بعد وببعض الدول سمحوا لهم غصبا عنهم. هذا في عشرات الألف شو بيقعون قديش رح يضغط الرأي العام مثلا الذي بدأ يتبدل؟ لازم يشغل عليه. شفت لو في لو في إدارة عربية لمخاطبة الرأي العام العالمي بصير في التحولات جذرية. أنا عندي أصدقاء بيسافروا كتير، يعني في حدا بيروح على فرنسا بيقعد جمعتين بيجي جمعتين، شفته من يومين قال لي لا 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 في تغيير كلي. أنا أول ما رحت بعد 27 كان في شيء مختلف تماما، في شيء عدائي لفلسطيني، عدائي لعربي، عدائي للمسلم. هلأ الجرائم في كلام مختلف تماما، يحكوك بالطفل الفلسطيني كيف عم بيقتل وكيف كذا كيف كذا. يا اخي انت خذ معيار بسيط، بايدن اللي قدموا للاسرائيليين بهذه الحرب ما قدموا اي رئيس جمهورية سابق. الجسر الجوي اللي تخطى حتى الان ال 220 طائره عملاقه هيركوليس وتخطى اكثر من 25 سفينه عملاقه اللي عم جابوا لهم افضل ما عندهم من التكنولوجيا والاسلحه المتطوره. هذا الجسر أكبر بكثير من الجسر اللي عمله بعتقد يوم نيكسون ب73 اللي عمله نيكسون وقت حرب 73 واللي يوم أنا زاك السادات وقف يقول أنا عم حارب أمريكا ما بقدر حارب أمريكا. حاربوها المقاتل الفلسطيني اللي شفناهم شيء بالتشار علما أنه ب73 كان هناك جيوش عربية مشتركة بالضبط. فهذه أنا بقول اليوم أهم عنصر بمعادلات الصراع هو توافر الإرادة. بس تحكي عن مقاومة معناها توفرت الإرادة. ومقاومة أثبتت جدارتها، كنا نحكي عن المقاومة بلبنان أثبتت جدارتها بالتحرير وأثبتت جدارتها بكسر عنفوان الآلة الإسرائيلية بالسنة 2006. اليوم كمان عم نحكي عن جدارة المقاومة الفلسطينية وجدارة المقاومة الفلسطينية اللي حتى الصحف الأجنبية عم تحكي عن بطولات. يعني عم هول مش بشر، كيف عم بيقاتلوا هول؟ يعني في ناس استشهد ولاده، استشهد زوجته، استشهد ولاده، ما راح حضر الدفن، هو بقي بموقعه. هذا بينهزم؟ اكيد هذا ما بينهزم. نعم. من هون غزة ستنتصر. نعم. بدي فلسطين ستنتصر. سؤال يمكن يزعجك شوي ما بتوافقني عليه، ولكن لماذا لا يبنى على هذه الانجازات الكبيرة اذا اراد البعض الذهاب للمسار التفاوضي فيما بعد؟ ما فهمت. يعني عند بس بدك تفاوض تعتمد على ما حققته في الميدان. مين اللي بده يفاوض؟ الفلسطينيون والعرب. العرب شو خصهم؟ ليه بده يفاوض حل العرب؟ القضيه الفلسطينيه خصهم. هلا رأيي رجع بقول لك اختصر لك حتى ما نكبر الكلام. حتى بالفلسطينيين اللي معني بمصير قطاع غزه هني اهالي غزه، واللي معني بمصير الضفه هني ابناء الضفه، واللي معني بمصير فلسطين هني الفلسطينيين الاحرار المقاومين، مش اي فلسطيني ومش اي عربي ومش اي مسلم. هول هن المعنيين انه هن وما بيفاوضوا. مين قال بده يفاوضوا الاسرائيلي؟ اي شيء. نعم. الاسرائيلي في سلاح، يعني في وسيله تفاوض وحيده معه اللي عم نشوفها هلا هي المقاومه.
في حدا من العرب فاوضوا طلع ربحان بعدين؟ خلينا نوقف عند هذا الحد، ما نوسع أكثر. لا لا، إذا أرد في بعض المفاوضات أعادت مع الفلسطيني أعادت أرض عربية ولكن سلبت الكرامة العربية. كفلسطينيين كيف يمكن البناء؟ نحن شلت لك العرب. نحن يعني حركة أمل بالتحديد، الرئيس نبيه بري تعرف بالسنوات الأخيرة بذل جهد استثنائي لم شمل الموقف الفلسطيني. ونحن هلأ من طالب، وممنوع حدا يفوت بمطهرات، لأنه أنا بعتبر كل القوى بما في حركة فتح في كتير من أبناء اليوم بالضفة عم بيقاتلوا وعم بيواجهوا الإسرائيليين. صحيح. خلينا نغلب التناقض مع العدو، مثل ما بقولوا في تناقضات سنوية وفي تناقضات أساسية. اليوم في تناقضات سنوية موجودة بالبيت الواحد، خلينا نغلب المصلحة الفلسطينية على أي مصلحة أخرى، خلينا نغلب مواجهة العدو على مصالحنا أو على تناقضاتنا الداخلية، ولا نواجه كلاتنا يد وحدة كفلسطينيين، ومع الفلسطينيين مش متروكين لوحدهم، مع كل أحرار العرب، وهذه جبهة الجنوب عينة من هؤلاء الأحرار من العرب، ومع الأحرار العرب في أحرار المسلمين، ومع أحرار أنا أقول مش المسلمين ولا قلت العرب، ومع أحرار العرب والمسلمين والفلسطينيين هناك الكثير من أحرار في العالم اللي بدنا نمد اليد لإلهم، بدنا نوصل صوتنا لعندهم، وبدنا نستثمر على وقوفهم إلى جانبنا، لأنه قناعتهم عالي جدا أنه الفلسطيني اليوم يقاتل دفاعا عن نفسه، دفاعا عن بيته، دفاعا عن أرضه، دفاعا عن عرضه، دفاعا عن حقه الصليب بوطنه. عضو كتلة التنمية وتحرير سعادة محمد خواجة، أشكرك جزيل الشكر، يعطيك ألف عافية. بتحب تضيف شيء قبل ما نختم؟ نحن ما فينا نقول إلا لكلنا ثقة أنه آخر شيء الشعب الفلسطيني سينتصر. شكرا جزيلا لك مشاهدينا الكرام، شكرا لكم لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.